تيجي للماسل اللي موجوده في الفلور البوبليتياس ماسل. هذه البوبليتياس ماسل شيء فيري امبورتنت ماسل ابي اللور بارت بتاع الفيمر كونتايل اوف ذا فيمر وادي الفيميا. وادي الفيميا. وادي السوليا لاين اللي موجود على الباك اوف ذا ابر بارت اوف ذا تيم. ذا سوليا لاين. وادي الفيمر. لاترال كوندايل اوف ذا فيمر. ميديال كوندايل اوف ذا فيمر. وفي الني جوينت ما بين الكوندايل دي والكوندايل دي في كارتلج يسموها من السكاي او سيميليونر كارتج. في لاترال سيميليونر كارتج وفي الميديال سيميليونر كارتج. المنسكس الغضروف اللي جوه الني جوينت في ميديال منسكس وفي لاترال منسكس. وادي اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر. البوبليتياس ماسل ات ارايزز فروم اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر. من قدام لاترال كوندايل. وتيجي ماشيه في جروف على اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر شفتوه. هذا جروف فور ذا بوبليتياس ماسل. وبعدين داخله جوه الجوينت الني جوينت. وبعدين تيجي طالعه من الكبسول بتاع الني جوينت تو بي انسيرتد انتو ذا باك اوف ذا تيبيا اباف ذا سوليال لاين. ذا بوبليتياس ماسل. المصل خارجه من اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر. المصل لها جروف على اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر وبتعلي في الامتحان العمل هذا الجروف. التندون ده هو كله جوه الجوينت جوه الني جوينت. تيجي طالعه من الني جوينت تو بي انسيرتد انتو ذا ابر بارت اوف ذا باك اوف ذا تيبيا اباف ذا سوليال لاين. دي البوبليتياس ماسل. الاوريجن والانسيرشن بتاعت مصر مهمه نظري وعملي. يعني بتتمسك في العملي والجروف ده بيتمسك في العملي والمصر بيتسال عليها في النظري. ايه هي الاكشن بقى بتاع المصر وايه اهميتها؟ نمبر واحد لما اجي اعمل اكستنشن اوف ذا ني ادي الفيمر اهي اللي هو الكوندال بتاع الفيمر اهي وادي التيبيا اهي والكوندال بتاع التيبيا اهي وانا عامل فليكشن للني جوينت هعمل اكستنشن للني جوينت هعمل اكستنشن للني جوينت هعمل اكستنشن للني جوينت. ات ذا اند اوف اكستنشن الاقي الفيمر بتعمل ميديا روتيشن على التيبيا كده اهو. وبالتالي وانا واقف كده اهو الفيمر روتيتد على التيبيا زي ما تكون بتقفل الني جوينت. عندك مفتاح تقفل الباب. اهي ده الفيمر التيبيا ده كوندال بتاع الفيمر كوندال بتاع التيبيا الني جوينت اهي فليكسد. لما اجي اعمل اكستنشن للني جوينت في نهايه الاكستنشن ده اهوت بلاقي الفيمر ميديال روتيت على التيبيا كده اهو قفلت الني جوينت ما اقدرش اتنيها تاني ابدا خلاص. بيسموها لوكينج اوف ذا ني جوينت. لوك يعني بيقفل. لوكينج اوف ذا ني قفلت. ما اقدرش اعمل فليكشن. عشان اعمل فليكشن لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل لاترال روتيشن لمين؟ للفيمر على التيبيا كده اهو. واتنيها. اللي بيعمل ده البوبليتياس ماسل. It unlocks the knee joint. وتيجي عندها بعد كده flexion.
unlocking ده بيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق lateral rotation of the femur over the tibia at the beginning of flexion. فعشان كده هذه المصل it unlocks the knee joint. So I can flex it unlocking by انها تعمل lateral rotation of the femur over the tibia. نفترض ان انا قاعد على البتاع ده هي ومدلدل رجليا. رجليا مش ايه؟ مش واصله للارض. وعملت اكستنشن للني بتاعتي. عملت اكستنشن للني. وعملت فليكشن للني. اللي بيعمل انلوك مين؟ البوبليتيس. بس الانلوكينج بتاعها وانا مدلدل رجليا يختلف تماما. ليه؟ لان الفيمر مش هتتحرك. الفيمر انا قاعد عليه. اللي هيتحرك مين؟ تيبيا. فلما اجي اعمل اكستنشن لرجلي وانا مدلدله كده اهوت، مين اللي هيلف؟ التيبيا. لما التيبيا تلف هتعمل ايه؟ دي كانت بتعمل كده، التيبيا هتعمل كده. تعمل lateral rotation عشان تلوك ذا ني جوينت. البوبليسيس لما تيجي تشتغل تعمل ايه؟ تعمل unlocking، يعني تعمل medial rotation of the tibia over the femur. ولا انتوا فاهمين حاجة أحسن عشان تصقبوا. ففي هذه الحالة مش هتعمل lateral rotation of the femur over the tibia، لا، ده هتعمل medial rotation of the tibia over the femur. فاهمين حاجة؟ قاعد واحد مدلدل رجليه. يعني رجليه بنوصل الأرض. لما اجي اعمل اكستنشن للني بتاعتي، مين اللي هتلف؟ التيبيا. وانا واقف كانت الفيمر بتعمل ميديا روتيشن على التيبيا كده اهو. صح؟ وانا مدلدل رجليا الفيمر ثابته. فالتيبيا هي اللي هتتحرك. فتيجي عامله لاترال روتيشن التيبيا على الفيمر، هي هياها. وقفلت الني جوينت. لما تيجي البوبليتياس ماسل تشتغل هتعمل ايه؟ هتعمل ميديا روتيشن اوف ذا تيبيا اوفر ذا فيمر عشان ترجعها تاني. فاهمين حاجه؟ دي لازم تبقى واضحه. واحد مدلدل رجليه الروتيشن بيختلف تماما، والاكشن بتاع البوليتياس ماسل بيختلف تماما، والعظمه اللي بتلف بتختلف تماما. هذه الماسل ات انلوكس ذا نيو جون، ات فليكس ذا نيو. وموست امبورتنت اكشن اولسو ات از اتاتشنج to the lateral meniscus. عارفين المنسكس؟ انا كنت في الني جوينت، ده غضروف ما بين الكوندايل دي والكوندايل جوه الني جوينت. مش واحد لما يقول لك ده جاله غضروف في ركبته، اهو ده الغضروف. الغضروف في عندي lateral meniscus او lateral seminal cartilage، ده lateral وده medial. فهذه البوبيتر از اتاتشن to the lateral meniscus. عشان كده at the beginning of flexion الاقي هذه البوبليتياس ماسل هتشتغل، تيجي شاده المنسكس بوستيريور. فاهمين حاجه؟ ولا انتوا فاهمين حاجه؟ دي كوندايل ودي كوندايل والمنسكس ما بينهم. المنسكس ديت ممكن تتفعص ما بينهم وتتقطع ويحصل تير. يقول لك ده جاله غضروف في ركبته، تقول لعيبه الكوره. انتوا ما بتعرفوش كوره؟ لا، ما سمعتوش عن واحد جاله منسكس؟ جاله غضروف في ركبته؟ هتسمعه. فيري كومن. ده اللعيب او اي ممكن يحصل انجري للميديا المنسكس بتاعي. This is the commonest المنسكس. تتعور. رابيد موفمنت تويستنج للليج وهو بيلعب، ابص الاقي العظمه ديت مع العظمه ديت بيجي فارمر بالنسبه اضعاف. الكومنست الميديال نسكت ذا كومنست اللي بيحصل لها انجري الميديال نسكت. لكن اللاترال نسكت ديت رير ان يحصل لها انجري. ليه رير بقى؟ من ضمن الحاجات ان البوبليتياس ماسل دايت ات ذا بيجنينج اوف فليكشن اتراك
ديز منسكس بوستيريورلي فتبعد عن التو كوندايل. فعشان كده اتس فيري رير ان يحصل انجري للاترال منسكس، ومعظم الانجري للميديال منسكس. او نسمع انجري يبقى الميديال منسكس على طول. ده من ضمن احد الفانكشنز بتاعت الميديا اوف ماسل، بتزود الموبيليتي اوف ذيس لاترال منسكس سو ات هيلب بريفنتنج ات فروم تير during movement of the knee. عشان كده lateral meniscus is very rarely to be injured. This mobilitis muscle. عارفين الانترا ماسكولار انجكشن، عارفين لو ده الفريكيا ريجون اهي، ده الباتوك اهو، وادي اللور لمب اهو، وادي اللور لمب اهو. السياتيك نيرف بيبقى نادر ما بين الاسكال فيبروستي والجريتر تروكانتر اوف ذا فيمر، يعني نادر كده اهو. لما اجي ادي انترا ماسكر انجكشن زي ما انتم عارفين، بقسم الجلوتيا ريجون اربع ارباع، بدي هنا اهو في الابر لاترال كوادران اوف ذا جلوتيا ريجون عشان تو بي اواي فروم سياتيك نيرف. الدينجرس سايد اللور ميديال ده during the muscular injection، وانتم عارفين الكلام ده. عشان ايه؟ لو خدت كروس سيكشن في الليج، انا عندي الليج فيها تو بونز، فيها دي تيجي اهي، وفيها الفيبولا اهي. لو خدت كروس سيكشن في الليج بتاع مقطع، هلاقي فيه سيكشن في التيبيا بالميديال بون، والفيبولا اللاترال بون اوف ذا ليج. وهبص الاقي الديب فاشيا تيجي مغطيه الليج ده اهوت، وتيجي ماسكه فيه الانتيريور بوردر بتاع التيبيا، وتيجي طالعه من البوردر الثاني، وتيجي محوطه الليج ما بين التيبيا والفيبلا في الانتر اوسيوس ممبرين، وطلع من الفيبلا في تو انتر ماسكولار سيتا، انتير انتر ماسكولار سيتا وبوستير انتر ماسكولار سيتا. نقسمها للليج انتو 3 كومبارتمنت. This is the anterior compartment of the leg. أو they call it extensor compartment of the leg. النيرف سبلاي بتاعها ذا ديب رونيان نيرف. وبعدين اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج، اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج النيرف سبلاي بتاعها ذا سوبرفيشال برينيال نيرف، والبوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج ودي الفليكسور كومبارتمنت، ودي بيساوي النيرف سبلاي بتاعها ذا بوستيريور ايديال نيرف. يبقى عندي ثلاثة كومبارتمنت في الليج. Anterior compartment is the extensor compartment supplied by the deep peroneal nerve. واللاترال كومبارتمنت ده البرونيال كومبارتمنت supplied by superficial. والسوبرفيشال برونيال والديب برونيال احنا قلناهم تو تيرمينال برانشز اوف ذا كومن برونيال nerve. Inside the substance of برونيال سبونج اوف مصر at the level of the neck of the fibula. لازم تعرفوها بالظبط. The common peroneal nerve ends at the level of the neck of the fibula inside the peroneal trunk of muscle by leaving two terminal branches, the deep peroneal nerve and superficial peroneal nerve. The deep peroneal nerve has the anterior compartment to the leg.
والسوبرفيشال بيبقى اللاترال كومبارتمنت كده لك. اما البوستيريور كومبارتمنت السبلاي باي ذا بوستيريور تيبيا نيرف او بيسموه احيانا التيبيا نيرف لانه كونتينيويشن للتيبيا نيرف. الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج